إسماعيل ياسين، هل فكرت يوما أن تعيش حياتك من أجل إسعاد الآخرين وتكون رسالتك انتزاع الضحكات من الجميع، ثم تجد نفسك وحيدا في نهاية المشوار؟ إسماعيل ياسين فعل ذلك دون أن يفكر في النهاية، عاش حياته بأكملها متخذا الابتسامة وسيلة للحياة، يجعل الآخر يقدم عليها بلا تفكير ويصمم على انتزاعها رغم كل الظروف. أسطورة الكوميديا في السينما المصرية، بدأ حياته بمأساة كبيرة بعدما توفي والده مفلساً لسوء تدبير إدارة محل الصاغة الخاص به، ليجد الشاب الصغير نفسه في الشارع يعمل منادياً أمام إحدى محلات الأقمشة. تابعوا معنا هذه الحلقة الخاصة عن حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. من هو إسماعيل ياسين وكيف دخل عالم الفن؟ اسمه الكامل إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة، ممثل مصري كوميدي، لقب باسم الضاحك الباكي لأنه على الرغم من كثرة أفلامه الكوميدية عاش حزيناً. ولد في محافظة السويس يوم 15 سبتمبر عام 1912. كان محباً للفن والغناء منذ طفولته، فقد أحب أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب وكان يرددها دائماً ويحلم بأن يصبح منافساً له يوماً ما. انتقل إلى القاهرة في 17 من عمره باحثاً عن رزقه، ولكنه عاد يفكر بحلمه القديم حين اكتشفه توأمه الفني المؤلف الكوميدي الكبير أبو السعود الإبياري، والذي رشحه بدوره للفنانة بديعة مصبني ليقوم بإلقاء المونولوجات في الملهى الخاص بها. من أين كانت بدايته في دنيا السينما؟ بعد عمله تقريباً لمدة 10 سنوات في مجال المونولوجست، رشحه فؤاد الجزائري لفيلم خلف الحبايب عام 1939، والذي يعتبر انطلاقته في عالم السينما والتمثيل، حيث قدم بعده العديد من الأدوار، كان من بينها علي بابا والأربعين حرامي والقلب له واحد. ومن خلال هذه الأدوار المختلفة جذبت موهبته الفذة انتباه الفنان أنور وجدي الذي أنتج له أول بطولة مطلقة عام 1949 من خلال فيلم الناصح، الذي أهله ليصبح نجم لشباك التذاكر ويدخل عصره الذهبي بين عام 1952 وعام 1954 ليقوم ببطولة 16 فيلم خلال العام الواحد فقط. بالنسبة للمسرح، هل كان للفنان إسماعيل ياسين دور مهم فيه؟ ساهم الفنان إسماعيل ياسين منذ عام 1954 بتأسيس المسرح الكوميدي المصري، فقد كون فرقة مع توأمه الفني أبو السعود الإبياري، كانت الفرقة تحمل اسمه، قدمت طوال 12 عام ما يزيد عن 50 مسرحية سجلت جميعها للتلفزيون، ولكن حصل خطأ من موظف في التلفزيون وقام بحذف جميع هذه المسرحيات عدا فصلين من مسرحية كل الرجالة كده، وأيضا فصل وحيد من مسرحية أخرى. هل تزوج الفنان إسماعيل ياسين خلال حياته؟ تزوج الفنان إسماعيل ياسين 3 مرات ولم ينجب إلا ابنا واحدا من زوجته الأخيرة فوزية، وهو المخرج ياسين إسماعيل ياسين. كيف كانت نهاية الفنان إسماعيل ياسين الفنية؟ تعثرت مسيرته الفنية في الفترة الأخيرة من حياته، فقد كان عام 1961 هو عام النكسة الفنية له، حيث قدم فيلمين فقط، وهذا عدد ضعيف جداً مقارنة بعدد الأفلام بالسنوات السابقة، ويرجع تراجعه بسبب إصابته بمرض القلب وابتعاده عن الساحة الفنية في وقت حرج،
وهو وقت تحول في الساحة الفنية. وبسبب عدم تقربه من المسؤولين في الحكومة تم تراكم الضرائب عليه، وأصبح مترادًا بالديون، وتم الحجز على ممتلكاته التي بناها بكفاح عمره، ليخرج في النهاية خالي الوفاض، مما اضطره لحل فرقته المسرحية وحاول البدء من جديد من خلال أدوار بسيطة وصغيرة لا تتوافق مع تاريخه الحافل. ما هي أهم أعماله وأدواره؟ فيلم مصنع الزوجات عام 1941، عفريتة هانم عام 1949، الحموات الفاتنات عام 1953، بالإضافة إلى أفلامه التي تحمل اسمه مثل إسماعيل ياسين للبيع، إسماعيل ياسين في متحف الشمع، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. متى توفي الفنان الراحل إسماعيل ياسين؟ كما ذكرنا، تدهورت صحة الفنان إسماعيل ياسين تقريباً منذ عام 1961، ولكنه يوم 24 مايو عام 1972 أصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته. كان حزيناً وحيداً وبائساً، رحمة الله عليه.